تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. في بداية البرنامج نرحب بطاقم العمل معنا اليوم في الإخراج ناصر السليمي، وتشاركني التقديم دكتورة ندى الملا، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العريف. فصبحت الله بالخير دكتورة ندى الملا في هذا الخميس المتخمس اللي يتريها كل حد. هذا خميس ونيس محمود متخمس لما يكون أحد إجازة. وأربعة متخمس لو الخميس طلع إجازة، فاليوم خميسنا ونيس إن شاء الله آخر يوم في الأسبوع، وبعد هذا نطلع على عطلة نهاية الأسبوع بطاقة إيجابية، ونترك هموم الدوام في الدوام لين الأحد إن شاء الله الساعة 7:30. نتذكر هموم الدوام ومشاكل الدوام مرة أخرى، فذكركم برقم التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب نحن نبتدي حلقتنا اليوم بهذا الخبر اللي يعني في اعتماد المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه مؤخرا برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، اعتمد يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، والذي يأتي بالتزامن مع اعتماد قانون وديمة للطفل في 15 مارس 2016، للتأكيد على رؤية الدولة وحرصها على تنشئة أجيال المستقبل وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة التي تؤهلهم ليكونوا أفرادا صالحين وفاعلين في المجتمع، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والوصول لمئويتها 2071. طيب، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الطفولة في الإمارات تحظى باهتمام ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة بالدولة برئاسة سيدي صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وهي من القيم التي أكد عليها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأصبحت متوارثة ومتأصلة في المجتمع الإماراتي. ليأتي يوم الطفل الإماراتي ليؤكد هذه القيم والدور الذي يلعبه الطفل كمرتكز أساسي يجب أن نعتمد عليه لبناء مجتمع أفضل من أجل المستقبل. يأتي يوم الطفل الإماراتي مبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الله يحفظها، ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2020، وذلك بهدف توعية فئات المجتمع الإماراتي والمقيمين كافة بحقوق الطفل وأهميته في مجال الأسرة والمجتمع، من خلال تحفيز المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد لتعزيز دورها في تحقيق التنمية وتنفيذ الخطط والبرامج. طيب، دولة الإمارات العربية المتحدة أولت ولا زالت تولي الطفولة كل الاهتمام والعناية منذ قيام الاتحاد، ووردت بالدستور نصوص واضحة تؤكد أن المجتمع يشمل برعايته الأمومة والطفولة، وأن الأسرة هي قوام المجتمع. وصادقت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997، والتي تضمنت مبادئ أساسية التزمت بها لرفع شأن الطفل وحمايته، كما أصدرت الدولة لاحقا العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة. ليأتي مشروع قانون وديمة تتويجا لهذه الجهود التي
بذلت الدولة في مجال حماية ورعاية حقوق الطفل منذ نشأته إلى أن يصبح شخصا بالغا يمكنه الاعتماد على نفسه. حقوق الطفل من حقوقه أن نحن نهتم بصحته. صح، الصحة هي الأساس محمود أصلا في كل شيء. بالضبط. وأيضا من حقوقه كذلك دكتورة أن أولياء الأمور يهتمون بتغذية هذا الطفل التغذية السليمة، بتعويده صحيح. على نمط الحياة الصحي السليم. بالضبط صحيح. إن النمي في العادات الصحيحة هذا حق من حقوق الطفل، لأن الطفل لا يعرف العادة الصحيحة ليه ما أنا أعلم عليها. الاهتمام فيه، الاستماع له، نصحه وإرشاده، كل هذه طبعا نصح وإرشاد حتى في الناحية الصحية هي الأساس. الطفل لو ما كان صحي ما يستطيع أن يتعلم، ما يستطيع أن يكون نشيط، ما يقدر أن ينتج، ما يقدر يكون عضو منتج في المجتمع. فكل هذه تقع في حقوق الطفل. في بعض الناس فكرتهم حق الطفل شو؟ أني ما أضربه، أني ما أحرمه، أني أنا عامله زين. لا، حقوق الطفل شيء أكبر من مجرد أن أنا لازم ما أضربه وأنني مثلا أهتم فيه وتكون ثيابه نظيفة. هذا شيء بسيط. حقوق الطفل جدا يعني مفهوم جدا جدا واسع، خاصة في دولة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة متقدمة جدا في كل المجالات. فهذه هم المستقبل. طيب نحن ما نذهب إلى التواصل الاجتماعي، ما نشوف شو عندنا اليوم حتى في هذا الموضوع والمواضيع الأخرى مع الأخت أسماء الجناحي. صباحك وردي أسماء. ألو، هلا يا أسماء. السلام عليكم. صباحكم الله بالنور والسرور. صباحكم خميس الونيس سعيد. شكرا. صباحك أونس، تفضلي. اليوم عندنا الكثير من الفعاليات اللي موجودة بمناسبة يوم الطفل الإماراتي. منها حاليا في فعالية موجودة في مستشفى لطيفة لكل الأطفال، حتى الأطفال اللي في الغرف نزلناهم في وايد فعاليات حلوة وألعاب، ويعني الأطفال مع هذا في استشارات أيضا لأولياء هؤلاء الأطفال، كيف يقدرون يحمونهم في الأشياء التي أنت تقديم استشارات والنصح لهؤلاء في مستشفى لطيفة. نعم. غير هذا نحن عندنا نقل مباشر. نحن دائما الناس متعودين على صحة كلايف اللي هي كانت عيادة ذكية يوم الاثنين. نعم. لكن اليوم خصصنا ساعة كاملة إنه راح نتكلم عن صحة وسلامة الطفل وكيف أن الأمهات أولياء الأمور يقدرون يحمون عيالهم من الأخطار الصحية، ومو بس الصحية أيضا النفسية. النفسية هي جانب من الجوانب الصحة. ممتاز ممتاز. راح يكون عندنا ضيوفنا من قطاع الرعاية الصحية الأولية وأيضا من مستشفى لطيفة. وأيضا خدماتنا راح نعرضها أيضا المقدمة للطفل أو المخصصة للطفل. ممتاز، جميل جدا مبادرتكم هاي أسماء. نختمها بالرسالة الصباحية. نعم. نقول الخميس هو ختام الأسبوع، نحافل بالإنجازات والعمل. نعم. اكسر روتين الأسبوع في عطلة نهاية الأسبوع وقم بعمل في عطلتك أي نشاط تحبه ولا يتعلق بعملك. افصلوا شوية من الروتين اللي تسوونه كل يوم وخلوا الويكند هذا شوية برع. صحيح صحيح، أحلى رسالة. شكرا لك يا أسماء. أسماء نذكر بس بقنوات التواصل. قنواتنا اللي هي DHA_Dubai في كل القنوات. عندنا موعد الفيسبوك واللينكدين ويوتيوب هو دبي هيلث أثوريتي. ممتاز، شكرا لك يا أسماء. ونسيتي قناتنا التلفزيونية. هي ما ذكرتها. DHA ميديا. لكنها لايف على اليوتيوب. اللي بيدخل يوتيوب بيقدر يتابع لايف. نحن نبغي الاثنين يتابعونا هني وهناك. فحياكم الله مستمعينا اللي حاب يتابعنا ويتعرف أكثر على الفعاليات والمبادرات اللي نحن نطرحها في هيئة الصحة من خلال القنوات المعتمدة، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على الأونلاين. ناخذ عبد الوهاب الحين ولا بعد فاصل الحين؟ عبد الوهاب صباحك الله بالخير. السلام عليكم أخ محمود، صباحك الله بخير حبيبي. يا هلا يا هلا، كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير. دام أنت بخير نحن بخير. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. نحييك ونحيي ضيفتك الدكتورة شريكتي هاي. أنا مو ضيفة الحين عبد الوهاب، الحين شريكتي في البرنامج. أنا سامحيني بس كبير في السن، أوقات الأسامي تروح علي يعني. لا لا لا، يعطيك الصحة والعافية. الصحة والعافية. أنت ثنائي ما شاء الله عليكم. شكرا. محلين البرنامج حاطين عليه. يحلبوا تواصلكم. يعني بهارات مالنا يعني. شكرا. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك. أولا نحن بمناسبة يوم الطفل يعني نحيي الأطفال جميعا ونحيي الأمهات والآباء ونقول هاي. ولما نتكلم عن الأم وعن الطفل يعني نذكر بالشكر والعرفان
شيختنا وأمنا فاطمة الله يطول عمرها أم الإمارات على كل اللي تبذله من أجل المرأة ومن أجل الأطفال ومن أجل يعني مساعدتهم وتمكينهم وتمكين يعني تمكين الأم بأن تقوم بواجبها تجاه ابنها عشان يطلعون بذرة صالحة للإمارات ولمستقبل الإمارات. نحييهم جميعا وأقول أعيد كلامي وأقول للأم والأباء هاي الأطفال أمانة عندكم، حتى لو لا سمح الله صار انفصال فلا تحرمونهم لا من الأم ولا من الأب، وخلوا تواصل بين فترة قريبة عشان ما ينحرمون من الحنية، لا حنية صحيح. الأب ولا حنية الأم. ونتمنى السعادة والخير والصحة والعافية للجميع، والله يحفظ إماراتنا وطننا العظيم إن شاء الله. كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا لك عبد الوهاب، شكرا رسالة إيجابية هاي، شكرا لك. طيب نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل معاكم مستمعينا، وأرقام التواصل بتسمعونها في الفاصل، وأيضا نذكر فيها إن شاء الله بعد ما نرجع لكم. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. حياكم الله معنا مرة ثانية مستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم في هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، برنامج صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا. أنت ليش تتكلم مستعجل شيء باستعجال؟ الناس ما تلحق تلقص شو تقول. أنا اللي أتكلم، الناس ما يلحق. أنا أتكلم شو الحين على المهم أرقام التواصل. أنا اللي 7000 كلمة في الثانية. الحين يلا يا الدنيا ناصرة، شكرا. أرقام التواصل. الله يسامحك دكتورة. شكرا. الله يسامح الجميع. 600551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. أبغى تتكلمي شوي. إيه شوي شوي شوف كلمة. زين اقرأ عيل الفقرة هذه. يلا. تختتم هيئة الصحة بدبي اليوم مشاركتها بفعاليات معرض الإمارات للوظائف في دورته 18 وبمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة لتوفير مئات الشواغل الوظيفية للباحثين عن العمل. بنتعرف على هالمشاركة والوظائف اللي طرحتها الهيئة هالسنة. يسرنا يكون معنا عبر الاستوديو الأستاذة نورة المدفع، رئيس شعبة التوظيف بإدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد يا نورة. صباح النور. نورة الاستوديو. نورة. نورك الاستوديو يا نورة. الله يحفظكم يا رب العالمين. طيب ما نتعرف أول شيء على الوظائف اللي طارحينها ومدى الإقبال على جناح هيئة الصحة بدبي. اليوم آخر يوم ويمكن بديتوا أنتوا الدكتورة أن اليوم الخميس الونيس، فأنا أتمنى أن يزيد العدد اليوم أكثر وأكثر. طبعا في مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف، الهيئة هاي السنة ركزنا على الوظائف الطبية المساندة بشكل عام، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية التخصصية، مثل اليوم نتكلم عن الاي تي، التميز والاستراتيجية. طبعا الإقبال كان كبير ولله الحمد. يمكن أقدر أقولكم لين البارحة العدد أو عدد اللي أقبلوا على الوظائف عندنا عددهم ما يقارب 1300 مرشح، يعني أو 1300 طلب أو باحث عن العمل تقدموا عندنا. ومن خلالها هاي السنة يعني عندنا اللي قدموا على الوظائف الطبية المساندة أو الوظائف الصحية من طبية وتمريضية وطبية مساندة، بالإضافة إلى طبعا الابليكيشنز اللي قدموا عليها على المنح الدراسية، عددها يقارب 100 طلب. وبصراحة هذا أكبر عدد تقريبا وصلنا له من ضمن مشاركاتنا في معارض التوظيف بشكل عام. طيب اسمحي لي دكتورة، أنا شوي بتكلم بشفافية لأن يعني عدد كبير من الطلبات هذه صحيح. شو اللي يصير فيها؟ لأن نحن مستحيل في دائرة تقدم مثل هذا العدد الكبير من الوظائف بشكل كبير، ولكن يعني أحيانا ممكن واحد يروح يقدم في معرض الوظائف ما يحصل حتى رد صحيح. من الدوائر أنه ممكن هذا بالإيجاب ولا بالرفض. يعني واحد يقول كم مرة قدمنا عندكم ما حد عبرنا. زين فمثل هذه الرسائل موجودة عند الناس، هذا الانطباع اللي يعني يتبادر عند الجمهور. أنتوا هني كيف تتصرفون؟ صحيح. خليني أقول لك قبل محمود، طبعا أنتوا عارفين مشاركتنا في معرض الوظائف هاي السنة شوي تختلف من خلال وجود DHA HR Clinic. فأنت اليوم مش بس مجرد أنك جيت وعبيت الابليكيشن وصرت، نحن اليوم كنا نقدم خدمات. كيف تسوي يعني أو
تحصل السيرة الذاتية المثالية. نعم. تمام؟ لأن هاي ممكن تساعدك وايد للحصول على أفضل الوظائف. رقم اثنين، كيف أنت تحصل وظيفتك المثالية وتقدم عليها من خلال التخصص اللي أنت عليه. بالإضافة إلى ذلك، نحن بالتعاون طبعا مع لينكدن حاولنا نساعد المرشحين أو الباحثين عن العمل بالطريقة المثلى لاجتياز المقابلات. ففي المقابل اليوم أنا مش بس عرض وظائف والتقديم عليها، بالمقابل عندي خدمات إضافية يلسى أقدمها، بحيث أن الباحث عن العمل يطلع من عندي وهو راضي الحمد لله رب العالمين. صحيح. بالإضافة إلى ذلك، من بعد المعرض يتم التواصل مع المرشحين إن شاء الله، في حال كانت تخصصاتهم مناسبة للوظائف يتم التواصل بشكل مباشر، في حال أن كانت، لأن يعني عندنا يمكن 50% من الباحثين عن العمل هم خريجين الثانوية العامة، يتم التواصل معهم على حسب الوظائف إلا مطلوبة خلال السنة وتكون مختصة بتخصص. للأسف صارت المعارض فقط منظر، هذا يقول صاحبنا هني فقط شو. أنا برد هني دكتورة، لأن هي مو بهذا الشكل، واحد ما ينظر لها بهذه السوداوية، لأن كانت أصلا هنالك يعني منصات توظف على طول من خلال المعرض، وفي في ناس موجودين، لكن مسألة مهمة أن الواحد يجهز نفسه لهذه المقابلات بالضبط. لهذه الأمور، فإذا ما قبلوك لا تلوم الجهة على كثر ما طور مهاراتك بالضبط. أنك أنت صحيح. تدخل ضمن الوظيفة وانت بالفعل جاهز. صح كلامك محمود، يمكن هذا الشيء اللي نحن مركزين عليه هذه السنة. وإذا نتكلم عن أنه ما في مصداقية للمعارض، لا بالفعل في مصداقية للمعارض. يمكن نحن كنا من الهيئات اللي عينت العام على منصة، وعدد التعيينات اللي تم من خلال معرض التوظيف العام 30 موظف داوم في هيئة صحة دبي من خلال المعارض مباشرة. أختي نورة، شو التخصصات اللي تشوفين ضعف إقبال المواطنين عليها؟ طبعاً التخصص اللي نحن دايماً ونشجع ونبغي المواطنين يكونون معانا فيه أو نزيد عددهم فيه هو التمريض. لكن بعد في المقابل أنا جداً يعني بصراحة مستانسة، يمكن خلنا أقول أن يعني طلب لممرضة موجود عندنا، بالإضافة إلى ذلك في طلبة يوعدنا وقدموا على برنامج المنح الدراسي اللي هو طب وعلوم، في عدد من الطلبات هم حابين يعني ينخرطون في مجال التمريض، وهذا الشيء يبشر بالخير. وأنا أتمنى أن دامنا اليوم الخميس وجه رسالة للمستمعين اليوم، إذا كان في أي حد حاب يدرس تمريض من أبنائنا المواطنين يتقدم عندنا ويزورنا في منصتنا في مركز دبي التجاري في منصة هيئة صحة دبي. طيب بناخذ مداخلة من إبراهيم بوقفل. إبراهيم صباحك الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، تفضل أخوي. أسعد الله صباحكم ومساءكم إن شاء الله نور وسعادة لأبنائنا الطلبة واللي من اللي يرغبون في العمل. شكرا على جهودكم الطيبة اللي تبذلونها. أنا عندي اقتراح، واللي ما أشوف على أرض الواقع، أنا أتمنى جميع الجهات الصحية أخذ جولة على طلابنا الثانوية العامة في المدارس، وشرح لهم لمن يرغب الالتحاق في العمل الصحي، ويكون في نفس الوقت أنتوا شو اللي محتاجينه. محتاجين ناس إداريين، محتاجين ممرضين، محتاجين أطباء، محتاجين ناس مراقبين، ناس عندهم إدارة، عندهم رغبة في إدارة المستشفيات، دراسة هذه الأشياء يتبنونهم من الآن. أنتم عارفين الطلبة الثانوية العامة من الآن مساكين، أعمارهم ما يسمح لهم على يعني ما لهم القدرة هم في وقت الدراسة ويقدمون الطلب يروحون الجهة. أفضل شيء أنا أقترح لما أراه ما هو صحيح جولاتهم على المدارس، مش مسؤول هاي الصحة بس، جميع الدوائر، وكذلك نعطيهم الأمل ولا نكسر قلوبهم. وكذلك طال عمرك أنا ودي أن نعطيهم الفرصة لهم الرغبة، ولا ننظر النظرة للنسبة، في من هناك عندهم النظرة النسبة نظر، نحن ننظر اللي عنده طموح اللي له الرغبة. بس هني في تخصصات تحتاج أنت أصلا تفوق وظيفي كبير، خاصة التخصصات اللي تدخل فيها في الطب وما نعم زي مو مشكلة ننظر لهم نقابلهم في هذا بجميع منهم، مش بالهاي الصحة في دبي بس،
الجميع هذا. أنا ودي أنا صوتي، أنا أتفق معك تماما، وصوتك طالع على الهواء إبراهيم، ونحن إن شاء الله بعد الأخت نورة بترفع هذا الاقتراح، وما أدري إذا هم أصلا عنده برامج في هذا الإطار ولا لا. إبراهيم أنا لأن الوقت ضيق عندي، فتفضل باختصار. بس أنا عندي ملاحظة بجميع الجهات والجامعات، أعطوا الأمل وافتحوا الباب لمن أحسنت. كل من هو طالب أو طالبة ترغب، ولا نكسر قلوبهم. أحسنت. اللي يرغب في شيء وعنده شفنا شخصيته له الرغبة نفتح ولا نؤجلهم. وكذلك أنهم وقت الدراسة الآن مساكين يقول لك تعال مقابلة وتعال كذا، لماذا لا نسهل؟ نحن عندنا السعادة وفي التيسير، نلجأ للطالب، نلجأ لمدارسهم، تعال هذا وقت الدراسة، كيف يطلع بوقت من حصته أو من يوم الدراسة يجينا يقابلنا في جامعة أو في مكان. أنا أتمنى صوتي يرفع. شكرا لك يا إبراهيم، شكرا جزيلا. إذا مداخلة جميلة من إبراهيم بوقفل على 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 موضوع أن التوعية. نحن نتذكر أيام الثانوية كانوا يجونا، حتى الجامعات كانت تتينا وتعطينا بعض الورش أن وين نروح شو نسوي وكذا. تبغين تضحكين؟ أنا يوم حطيت الخيارات سمعي، حاط أول شيء أبغي أتخصص قانون، بعدين إدارة أعمال، عقب حطيت إعلام آخر شيء. سبحان الله، يعني القبول على طول على الإعلام. ظهر كانوا يقرون من تحت، ما قروا الطلبات الأولى. زين، تسوون شيء من هذه البرامج؟ بالفعل محمود، هو من خلال برنامج طب وعلوم فريق العمل يقوم يعني يقومون بزيارة المدارس ويشرحوا لهم برنامج المنح الدراسية هذا اللي موجود عندنا، وطبعا الاستقطاب أصلا الطلبة اللي يكونون عندنا إذا كانوا في المجال الطبي أو الطب المساند أو التمريض، فهذا بشكل سنوي ينعمل. بس هي أنا اللي أقدر أقوله حاليا، هي فرصة لجميع الطلبة خلال معرض الوظائف يقدمون على طلبات المنح، لأن بعد ذلك بتكون استقبال الطلبات في شهر 5. ممتاز. طيب صباح الخير، أنا بقدم لأني ممرضة، بس مشكلة الوقت ما أقدر أجيكم إلا عقب الساعة 6، وما عندي حد أقدر أعتمد عليه، وأنا عندي خبرة في التمريض والتأمين، لو سمحتوا ممكن حد يتواصل وياي. عوشة هاي ثالث مرة ممكن تتكلم معنا في هذا الموضوع، بعطيك رقمها، يا ليت تعطيني رقمها وتواصلوا وياها بشكل مباشر. أوكي. إن شاء الله. زين، عموما بطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله بنتواصل معاكم. نحن شاكرين لك. شكرا نورة محمود، شكرا دكتورة المدفع، رئيس شعبة التوظيف بإدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي. دائما تشوفي نورة أحلى ما فيها، دائما يعني الواحد لو بيصير عنده مشكلة ولا شيء شيء تطالع تضحك في وجهها، تسحب كل الطاقة السلبية في عند الشخص. يا سلام. زين، تقول آمر خويي، شو تبغي خويي، حاضرين، الطاقة الإيجابية مطلوبة في الوظائف. لا لا ايه. الحمد لله. ويهمنا أن الواحد يظهر من عندنا سعيد وفرحان. بركة الهيئة حين مبروكة. الحمد لله الهيئة. مشكورة يا نورة، الله يحفظكم. شكرا دكتور، نتمنى لك التوفيق دائما. شكرا. وفاصل وراجعين، بعد الفاصل نتكلم عن موضوع وايد مهم، هي الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي للطفولة بمناسبة يوم الطفل الإماراتي مع الدكتور محمود الحليق. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب، في رسالة هنا تقول عندي ديسك في الرقبة ويجيني ثقل في الراس يوم أمشي، هل السبب الديسك؟ محمد يقول ممكن أخوي محمد، بس إذا عندك ديسك لازم تشوف الدكتور، نفحصك ونشوف وين وصل الديسك وهل عندك مشاكل في العضلات أو لا. طيب عادي يخلون الواحد يستمع للبرنامج على راحته كل شوي ترن ترن، ما فهمت شو الترن ترن، فاصل يعني؟ اي يمكن ترتيب من فوق اول رغبه، وكنت ابى الكترونيات حاط. اها اوكي، مام انا ما مفروض اني اقرا من الرسائل من فوق، لكن عموما نذهب الى موضوعنا الرئيسي اليوم، وهو موضوع الحلقه الرئيسي مع الدكتور محمود صالح الحليق، استشاري ورئيس قسم الاطفال بمستشفى لطيفه.
طبعا حرصت هيئة الصحة بتبيض مجهودها المستمرة للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية للطفولة بكافة مراحلها، بل وحتى قبل الولادة أثناء فترة الحمل وقبل الزواج أيضا، من خلال الفحص المبكر للكشف عن الأمراض الوراثية لتفادي إنجاب أطفال يعانون من هالأمراض. بنتكلم عن كل الخدمات المميزة اللي تقدم للأطفال. معنا دكتور محمد صالح الحليق، استشاري ورئيس قسم الأطفال بمستشفى لطيفة. صباحك ورد دكتور. صباح النور يا أهلا بك دكتور محمود. سامح دكتور محمود. الله يهمك. دكتور خلنا نتكلم عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي للأطفال بشكل عام. الخدمات ممكن نقسمها على ثلاث محاور تقريبا. المحور الأول زي ما ذكرت دكتورة ندى، قبل الولادة يجري إعداد متابعة الحمل عند الأم لتأكد من أن كل شيء طبيعي. في مستشفى لطيفة مثلا يتم إعداد الأم للرضاعة الطبيعية من بداية الحمل عند كل زيارة، لأنه من المعروف أن الرضاعة الطبيعية من أهم العناصر التي تؤدي إلى نمو الطفل بشكل طبيعي. عند الولادة طبعا في طاقم متخصص في المستشفى يستطيع أن يتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى دخول عناية مركزة والحالات التي تكون ولادتها طبيعية وتتابع. فالعناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في مستشفى لطيفة وفي مستشفى دبي يعني تحوي على أحدث المعدات الطبية اللازمة لعلاج جميع أنواع الأمراض الذي ممكن يمر فيها الطفل الخديج، وكذلك طاقم طبي وتمريضي ذا خبرة عالية، والحمد لله النتائج ممتازة. في الأطفال الذي يولدوا طبيعيين يوجد أيضا فريق يتابع يفحص الطفل من أول ما ينولد، يتم عمل فحوصات للسمع للتأكد من أن الأطفال سمع طبيعي، لو في أي غير شيء طبيعي يحول إلى عيادة الأنف والأذن في هيئة الصحة. يتم فحص الأطفال بعد 48 ساعة للأمراض الوراثية والجينية، أكثر من 45 مرض للاكتشاف المبكر. يتم فحص الأطفال لما يسمى الأمراض القلب الكريتيكال هارت ديزيز، أمراض القلب المزمنة. فيعني إضافة إلى يوجد خدمات برامج جديدة أضيفت في مستشفى لطيفة كإعداد الأم لكيفية إنعاش الطفل لا سمح الله لو حصل أي مشاكل، إعدادها بالنسبة للرضاعة الطبيعية، برامج تؤكد على أهمية الكار سيت من شان حماية مقعد السيارة للطفل، مقعد طبعا السيارة حماية الطفل من أي حوادث. وبعد ذلك يعني عند خروج الطفل الذي يحتاج متابعة يوجد عيادات أطفال في جميع التخصصات موجودة في مستشفى لطيفة، دم، أمراض وراثية، أطفال عام. نعم. إلى جانب قسم الطوارئ الذي مفتوح 24 ساعة يستقبل جميع الحالات. صحيح. طيب أنا دكتورة هني سؤال شوي خارج الموضوع، ليش؟ لأنه مدام دكتور محمود موجود فبدأوا يسألون بعض الأسئلة خاصة بالطفولة والأطفال. إني يقول سؤال، أنا زوجتي ما تدر حليب وولدي يأخذ حليب صناعي، فهل هذا يضر مستقبلا؟ أخذت أكلات معينة لدر الحليب بس ما فاد فحولنا على الصناعي. هلا بصفة عامة يعني إذا الحليب الطبيعي مش موجود يعني لا حول ولا قوة، لكن ثبت علميا أن الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من أمراض الأذن، من تحميه حتى من الأمراض في المستقبل. صحيح. اللي هي السكري وضغط الدم، وتحسن الذاكرة والذكاء وترفع الذكاء عند الطفل، وتحمي الإكزيما والحساسية وغيرها طبعا. بالضبط. فهاي يعني فوائد الحليب المرتفعة هذه أهميتها. أما إذا كانت الأم يعني لا يعني يحصل أحيانا أن أمهات لا يكون عندهم حليب كافي أو لا يحصل إضرار للحليب، ففي الحالة هاي ليس هناك ضرر من استعمال الحليب الصناعي. طبعا أنا أدعو صاحب السؤال أنه إذا زوجته عنده مشكلة في الرضاعة تتوجه لعيادات الرضاعة الطبيعية الموجودة في هيئة الصحة تساعدها. ممكن تسوي بعض الأخطاء أثناء الرضاعة الطبيعية تخلي إضرار الحليب عندها ما يكون كافي، يعني حسب ما يتحس. إذن دكتور محمود نتكلم عن الاهتمام النولي إحنا في الهيئة وفي مستشفى لطيفة للتطعيمات وتحصين الأطفال وأهمية أن الطفل يأخذ كافة التطعيمات حسب الجدول المحدد.
هلأ أحد البرامج اللي بعد الولادة الطفل الذي الطبيب يحرص على تفهيمه للأم والأب أهمية التطعيمات، وطبعا التطعيمات لا تتم في مستشفى لطيفة، تتم في المراكز الرعاية الصحية، لكن أحد التطعيمات أو اللي هو الإبر اللي أخذها الطفل عندنا في مستشفى للأطفال الخدج بالذات بنسميه إيمونوبروفلاكسيس، بيزود المناعة تبع الطفل الخديج ويمنع حاجته للتنفس لدخول المستشفى، والتنفس الصناعي يأخذ في مواسم البرد من شهر 9 لشهر 2، لكن منركز قبل ما يطلع الطفل من المستشفى لطيفة أنه لازم يتابع العيادة الصحية ليأخذ التطعيمات في مواعيدها، لأنه تحمي الطفل طبعا من أمراض معدية وتضمن نموه بطريقة صحيحة. جميل. تكلم دكتور عن المسح المبكر اللي يتم للأطفال بعد الولادة، كثير من الأمهات يسمونه مسح كعب القدم أو قاع القدم، شو أهمية الفحص والمسح وشو الأمراض اللي يتم الكشف عنها عن طريق المسح هذا؟ طبعا المسح المبكر أهميته بأنه من التسمية المبكر، يعني ممكن نكتشف المرض قبل أن يعمل تأثيره على الطفل. فعلى سبيل طبعا الفحص يتم بأخذ قطرة من الدم من كعب الطفل بعد مرور 48 ساعة من ولادته، والنتيجة بتكون خلال 5 أيام لأسبوع ماكسيمم. على سبيل المثال لو كان في نقص في هرمون الغدة الدرقية ولم يعالج الطفل وعلاجه بسيط عبارة عن الهرمون هذا ينعطى للطفل يحميه، إذا لم يتعالج الطفل فورا خلال شهر ممكن الطفل يصير عنده تخلف عقلي وتغيرات في جسمي، فعلاج بسيط يضمن أن الطفل ينمو ويكبر ويعيش حياة طبيعية ويوفر على أسرته مشاكل صحية ومشاكل نفسية ومشاكل مالية. بالضبط. طبعا في أكثر من 45 مرض تقريبا يكتشف مبكرا، الأمراض الغدة الدرقية، الثلاسيميا، السكل، الغدة المنجلية، أمراض وراثية، أمراض عيب في ال قول بالانجليزي دكتور في عملية الأيض. نعم. فكل هاي في طبعا نسبة كبيرة منها إلى علاج متوفر. صحيح. وممكن يأخذ الطفل، فهذه أهميتها. ممتاز. دكتور أنت مثل ما ذكرنا في بداية البرنامج عن الدعم اللي يتم للأم بخصوص الرضاعة الطبيعية، وجزء من دعمنا للأم أن احنا كثير مستشفيات الهيئة ومعظمها حين أتوقع أخذت المستشفيات وعيادات صديقة للطفولة، شو أهمية هذا وكيف ينعكس على صحة الأطفال؟ طبعا زي ما ذكرنا أول أنه حليب الأم يعتبر أحسن غذاء للطفل ويمنع كثير من الأمراض عند الولادة وخلال في الفترة الأولانية وحتى على المدى البعيد. بالنسبة للرضاعة الطبيعية الذي يتم في مستشفى لطيفة حتى نتأكد أن الأم قادرة على إرضاع طفلها في برنامج متكامل اللي هو طبق عن طريق برنامج صديق الطفولة، ومستشفى لطيفة طبقه من سنة 2007 واعترفت في WHO بالإمارات. يطبق 10 نقاط، أهمها اللي هي تدريب الأم حتى من قبل الولادة على كيفية حمل الطفل بالنسبة للرضاعة، ما هو الوضع الطبيعي لوضع الطفل على حلمة الأم عشان يحصل إدرار طبيعي للحليب، ماذا تعمل الأم لو احتاجت إلى مساعدة، شو الأشياء التي تتغذى الأم عليها عشان يكون كمية الحليب المتوفرة للأم، إلى جانب وجود في المستشفى عيادات متخصصة يقوم عليها أخصائيين الرضاعة الطبيعيين يساعد الأم حتى بعد الولادة. طبعا أحد الأهم الأشياء اللي منركز عليها المستشفى أول ما ينولد الطفل بالمستشفى الطفل يوضع على صدر الأم. نعم. الكانجرو كير بالNICU أحد نحن أول المستشفيات اللي طبقت هذا النظام حتى للطفل اللي عمره 24 أسبوع.
وعلى تنفس صناعي. عملية ملاصقة الطفل لجسم الأم يساعد هرمونيا ونفسيا على إدرار الحليب، وطبعا يحمي الطفل من أشياء وأمراض كثيرة. حتى بعد خروج الطفل من المستشفى للأم زي ما ذكرنا في عيادة بتتابع الموضوع مع الأم. طيب معلومات عامة يعني حاليا للمستمعين، شو هي الحلول اللي ممكن تدر الحليب الطبيعي للأم؟ لأن أعتقد حق من حقوق الطفل أنه يرضع رضاعة طبيعية. بالضبط محمود، طبعا تسمح لي دكتور، بس أول شيء المهم جدا نبتدي بالرضاعة الطبيعية أول ما يولد الطفل، يضع صدر الأم عشان يحفز إدرار الحليب. ودائما حنركز على الأمهات على شيئين: التقنية الصحيحة وتكرار الرضاعة اللي يستوي نقلة إدرار الحليب. الأم يا إنها ما تخلي الطفل بطريقة صحيحة يمسك الثدي، بالتالي ما يعني يحفز غدد الحليب الموجودة، أو إن تقوم تقول له والله كل 4 ساعات برضعة أو كل 6 ساعات. وهذا أوصت منظمة الصحة العالمية إن ما في شيء اسمه كل 4 ساعات كل 5 ساعات، حسب حاجة الطفل. دكتور، هل ممكن أن يكون تكون في ولادة وما في حليب عند الأم؟ في حالات ممكن تكون بهذا الشكل؟ ممكن تحصل، بس بحب أركز أهمية الكلام اللي قلته الدكتورة ندى، لأنه أهم عنصرين ذكرتهم هو كيفية الأم تمسك الطفل وكيف الطفل يحط أمه على الصدر. هاي أهم نقطة، لأنه أحيانا كتير الأم بتقول أنا طفلي بيضله على صدري بس ما عم بيرضى، بيكون ماسك الحلمة نفسها، فهذا غلط. إلى جانب اللي هي أنه ينعطى feeding on demand، يعني حسب الطلب. حتى لو كل نص ساعة. بعد فترة الطفل لنفسه يبرمج نفسه أنه يصير كل 2 ساعة أو كل 3 ساعات. بالنسبة لسؤالك أخ محمود، التغذية الصحيحة بالنسبة للأم، الابتعاد عن التدخين بصفة عامة والمنبهات، يعني مثلا الشاي أو القهوة ينبه الأم، فبتصير ما تنام كويس أو ما تنام بكير. عملية عدم النوم الصحيح سوف يؤدي، والتنبه طول الوقت سوف يؤدي إلى تقليل كمية الحليب المدر عند الأم. بالضبط، صحيح. التغذية من في طبعا أحيانا الأدوية نضطر نستعملها عبارة عن هيربا زي جلوكوفيد، مش الجلوكوفيج، كافيج، أحد الأدوية اللي هي عبارة عن هيربل عشاب. ما في أعشاب، بتساعد بالنسبة للإدرار الحليب. نحن الأولين شو يعطونا؟ يعطونها رهش وحلبة وحبة حمراء. خلينا ناخذ سالم قبل لا يخلص معانا وقت البرنامج. سالم الشامسي تفضل يا سيدي، واختصر لي بارك الله. صباح الورد أخوي سالم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام الأخ محمود. يا هلا. أنا عندي مداخلة طال عمرك بسبب الولادة في مستشفى لطيفة. نعم تفضل. كانت أم العيال حامل وقبل الولادة قالوا لها الولد ناقص من الأكسجين. نعم. خلونا نطلعه قبل ما يموت في بطن الأم. نعم. وافقنا ووقعنا، الولد كبير الحين. بعد الولادة الولد محتاج حق الأكسجين، ما حطوه في الحضانة، خلوه برا. بعد 3 أيام الولد صار أزرق، ردوا حطوه في الحضانة، بعدين ما فات فيه شيء. أنت معاك الدكتور محمود؟ أيوة. أي محمود؟ محمود الحليق. خبرنا الحين السالفة. الدكتور عالق أحمد 6 شهور. لما كبر عاد عالق الدكتور أحمد سالم. وما استفاد أي شيء منه. الحين الغلط طال عمرك من المستشفى. الولد ناقص من الأكسجين ويخلونه برا بدون حضانة. الحين الولد عمره 24. الدكتور شايفني ومعالجني 6 شهور، ما قصر الدكتور، يعني معالجني في العيادة. هالكلام متى؟ أي سنة؟ السنة اللي فاتت وقفنا عن العلاج، خلاص ما استفاد. الدكتور شافه زين، يعرف أحمد. كم عمره يعني الحين؟ كم عمره الحين؟ عمره 24. 24 شهر؟ نعم 24 شهر، يعني سنتين. 24 سنة. كيف الموضوع العام عيل؟ الدكتور يعرف أحمد معالجني. العام وقفوا العلاج. أنا وقف خلاص، لأن طيب ملاحظة من الحكومة. زين، الملاحظة شو هي بالضبط الحين؟ عشان بس هذا يعني ناخذ فيها إجراء. شو ملاحظة؟ طال عمرك يعني هذا الغلط من المستشفى. أنتوا تدرون أن الولد ناقص الأكسجين، وانتم مخبرين ان انا نحن نقول لكم حطوه في الحضانه.
ولا انتم الدكاتره تحطونه في الحضانه؟ الولد عمره 24 سنه يعني هذا الموضوع من 24 سنه. ايه انزين لا يمشي لا شيء ابدا. طيب. لا يتكلم يقول ابو احمد ولا شيء يشوف ويسمع. ابو احمد الموضوع صار له 24 سنه انت ما قدمت اي شكوى في حزتها ولا قدمت اي اجراء قانوني ولا سويت. طيب ما اعرف اقدم طال عمرك في شكوى من وين اقدم؟ طيب خلص الحين 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 ايش قاعد تبغيني اساعدك خبرني. نعم كيف تبغيني انا اساعدك الحين خبرني. انا ابغى يساعدني الدكتور شو يستفيد احمد. اوكي طيب تتذكر الدكتور الحالة تتذكره؟ بصراحة مش متذكر بس يعني سالم هي اللي سوى له عبر مو مشكلة في رجله. اسمع اسمع ابو احمد عطني الرقم ناصر بخلي الدكتور بعد البرنامج يكلمك لانه ما حتى ما ايه خليك على الخط لا تسكر بيسولف وياك ناصر وبياخذ رقمك تسمعني ابو احمد؟ زين وبخلي الدكتور يكلمك بكلمك على التليفون ان شاء الله. طيب دكتور يعني حالة هاي صارت من 24 سنة هل هي إلى الآن مستمرة عندنا في هيئة الصحة بدبي ولا لا مثل هذه الحالات؟ ما هو إذا الأب عم بيقول الطفل كان عنده نقص بالأكسجين طبعا أحد مساوئ نقص الأكسجين أنه ممكن تؤدي إلى أن الطفل هذا يصير من أطفال الهمم وبالتالي يحتاج إلى علاج طبيعي لفترات طويلة حسب كيفية نمو للشخص فممكن يحتاج علاج طول عمر الشخص. يلا الله يشافي ويعافي إن شاء الله يا رب يعني الحماية ما نتمنى تكون مثل هذه الحالات موجودة عندنا. شو أسبابها دكتور على السريع قبل أن نختم؟ هلا في أحيانا حالات يعني هي تكون أخطاء طبية مثلا ممكن منشان هيك أحيانا لما يصير في أي شيء خطأ طبي الأب أو الأم يشك أنه في خطأ طبي طبعا في لجان موجودة في المستشفيات تقدموا وإذا في قانون في هذا المجال وفي ملاحقات وفي كذا وكل مخطئ يأخذ العقاب وأحيانا ما بتكونش خطأ طبي بيكون مثلا الطفل صار في الحبل لف على رقبة الطفل وكان في صعوبة في ولادته وصار في نقص أكسجين قبل ما ولد. عموما نحن نقول يعني إن شاء الله كل شيء مقدر وكل خيرة من رب العالمين شو ما كان يعني سبحانك يا رب كثير أمور تحصل في حياة الإنسان قد يشوف أنه هي يعني ابتلاء ولكن يعني رب العالمين هو الأقدر على تسير الأمور تسير أمورنا بشكل عام فنحن مجرد أسباب دكتور الله حطها في سبيل الناس على أساس أن نحن نخدمهم وإن شاء الله تكون الأمور طيبة. طيب عموما دكتور محمود نحن طلعنا خارج الموضوع ولكن هو يوم الطفل الإماراتي يقول صباح الخير بنتي عمرها 4 شهور ولكن كل ما تحاول الأم ترضع البنت ما ترضع نهائيا فنحن نسوي حلقة كاملة عن الرضاعة في إن شاء الله الخميس الجاي بنحاول نسويها. الخميس الجاي أنت موجودة؟ إن شاء الله ان شاء الله. غيرتي؟ ايه يلا زين ممتاز. ويراجع العياد عشان يشوف الدكتور كيف الام عم بتردع او في اي مشاكل او شيء. دكتور محمود الحليق استشاري ورئيس قسم الاطفال بمستشفى لطيف نحن شاكرين لك تواجدك معنا ووقتك الثمين اللي خصصته لنا. يعطيك العافيه دكتور وكل التوفيق ان شاء الله. الله يخليك. الله يعطيكم العافيه وشكرا. شكرا, شكراً لك دكتور. شكرا لك دكتور ندى الملا. ما قصرتي. شو تبغين؟ ابى اشلش الاوراق الزايده من الاستوديو. جزاك الله خير. زين عاده تخلينهم. يلا مو مشكله. جزاك الله خير. عموما في هذا مسج للبث المباشر ما يخصنا فيه. يخصنا فيه؟ لا ناصر يقول خلص الوقت. لحظه اقرا ناصر تري شويه. ماشي وقت زين يلا عاد سامحونا نشوفكم على خير. اتمنى لكم اجازه نهايه اسبوع سعيده. شكرا لك ناصر السليمي. شكرا للدكتوره ندى وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلوي حتى نلقاكم ان شاء الله في مطلع الاسبوع القادم. نقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي.